احنا الاثنين. تعالوا بقى تمام. نبدأ نتكلم على موضوعات مهمة. هتكلم على حاجة اسمها تريجر، تمام؟ حد يسمع على تريجر؟ ايوه انا ايه يا اسمع. دكتور؟ طيب اللي عنده فكرة كده يعرفنا كده ايه التريجر؟ تريجر انا ممكن اعمل اكتب كود بان هو ممكن يعني مثلا لو انا حبيت اقول له يعمل انسيرت في تيبل محدد بعد عمليه محدده في تيبل اخر من غير ما انا يعني من غير ما انا اتعامل مع الابليكيشن في الموضوع دوت. فبكتب كود واقول له مثلا يتريجر على بالاد او بالابديت على التيبل اللي انا عايزه يعني. فده معلومه عنه. انا ما استوعبتش قوي، مش عارف في ايه، الواحد لسه صاحي ولا ايه، بس يلا مش مشكله. هو يا دكتور حسب ما انا فاهم التريجر بالنسبه لي، مثلا انا راجل عندي سيستم بتاع اتش ار، فممكن مثلا باجي اقفل الشهر 25 اخلي السيستم يسحب كل الداتابيز عندي والحضور والانصراف ويعمل حسابات الموظفين عندي في الوقت ده يوم 25 يوم 26، ويبتدي يعمل ابديت للتيبلز بالمرتبات، فيظهر لي عندي التيبلز والريبورت بتاع المرتبات كامل. فانا عملت تريجر بوقت معين، ممكن يكون السيرفر فيه متحمل بطريقه بحيث ان انا اعرف استفيد اخلص الريبورت بتاعتي في الوقت اللي ما يكونش عندي فيه بيزي للسيرفر بتاعي او للسيرفيس عندي. ده بالنسبه لي ده تريجر، انا فاهمه كده تريجر، ان انا بعمل كود هو ينفع بحط يعمل كده. هو انت طبعا بتتكلم اكتر على حاجه اسمها السكادجول او الجوب او كده، بس هو يعني ينفع يعمل اللي انت بتتكلم فيه دوت. مظبوط، يعني فكركم قريب من اسمه تريجر، اللي هو يعني اطلاق او شيء. التريجر انا بس الاول هتكلم عنه كلمتين الاول، بعد كده نبدا نطبق على طول، مش هياخد وقت كتير ان شاء الله. ده من ضمن التريجر ان هو ممكن يكون بيتشيك الانتجريتي اوف داتا، يعني بيقدر يتحقق من البيانات. انا ممكن في لحظه معينه اشيك على بيانات معينه او حاجات اكتر من مجرد علاقه، تمام؟ ممكن قبل ما تعمل انسيرت او قبل ما تعمل ابديت او قبل ما تعمل ديليت او قبل ما تعمل اي عمليات فيها تحقق او فيها عمليات على البيانات، ممكن نتحقق من شيء اخر. يعني مثلا ممكن اتحقق من مواعيد العمل، اتحقق مش عارف، يعني مثلا ممكن يبقى في عندي تيبل فيه مواعيد العمل، فانت قبل ما تضيف انا بشيك على مواعيد العمل هي مظبوطه ولا مش مظبوطه. مثلا دي ممكن ما تتعملش بريليشن، صح ولا ايه؟ ممكن دي ما تتعملش بايه؟ بريليشن. لكن ممكن التريجر قبل الانسيبت يشيك ويشوف ويرفض كمان العمليه او يشغلها بز على الكونديشنز اللي انت عاملها والكلام ده كله، تمام؟ معلش يا دكتور الصوت الاول كان افضل، في حاجه حصلت في الصوت، في ذبذبه في الصوت يا دكتور. ماشي، ممكن يكون انترنت او حاجه. بقول تاني، انا ممكن اتشيك الانتجريتي اوف داتا، تكامل البيانات بشكل اوسع بكتير جدا من فكره الريليشن، تمام؟ على حسب البيزنس لوجيك اللي عندي. ازاي؟ مثلا مثال الاول هنتكلم بس عن مميزاته وعيوبه وكده فكرته قبل ما نبدا نشتغل عليه، تمام؟ مش فاهمين احنا داخلين عليه. فاحنا بنشيك على انتجريتي اوف داتا، يعني تكامل البيانات. يعني مثلا بدي مثال بقول ان ممكن اكون عايز اتحقق مثلا هل ال مثلا مواعيد العمل الرسميه دلوقتي ولا انت بتشتغل مواعيد العمل مثلا صعب جدا ان احنا نشيك عليها اثناء مثلا بشكل ريليشن شيب، يعني مش بعلاقه مثلا اقدر اتحقق ان دلوقتي التاريخ مواعيد العمل سليمه ومش سليمه، طب اعمل انسيت. لا، ده مواعيد العمل مش ما تعملش انسيت بس، ده بنستعمل يعني. لكن التريجر ممكن يفاير مع الانسيت، مع الابديت، مع الديليت، مع اي عمليات اساسيه، ويبدا يشوف وينفذ لك جمله او ما ينفذهاش الجمله بيزد على كونديشنز او اوامر او شروط انت حاططها طبقا للبزنس لوجيك اللي انت شغال عليه. ده اول مثلا مثال من فوائد الايه التريجر، تمام؟ طيب التريجر برضو ممكن يهدد الايرورز،
من الداتابيز لاير، من ناحيه الداتابيز لاير. ممكن يبدا التريجر لما بيحصل مشكله ما في الداتابيز، ممكن نقدر نعالج الموضوع او مثلا نضيف الايرور ده في الداتابيز في تيبل تاني في الاخطاء وامتى وايه اللي حصل وبتاع وبيانات عنه وكلام زي كده، ما يبقاش بس مجرد ايرور بيضرب واحنا مش عارفين ضرب امتى ولا ايه اللي حصل ولا الكلام ده كله. تمام، فممكن انا اقدر اخليه يعالج لي بعض الاخطاء في حالات معينه. تمام، ده برضو من ضمن المميزات اللي ممكن استخدمه فيها. طيب زي ما قال زميلنا، ممكن استخدمه للعمليات السكادجولد تاسكس. يعني انا عندي مثلا تاسكس مثلا عايزها تقوم في اوقات محدده. تمام، في اوقات محدده، فانا ممكن اخلي التريجر يقوم في اوقات محدده او في ترانزاكشنز معينه. تمام، يعني ممكن نخليه يشتغل مثلا في قبل الانسرتات، بعد الانسرت، تمام، قبل الابديت، بعد الابديت، قبل الديليت، بعد الديليت، في وقت معين. تمام، يشتغل او ما يشتغلش. فده برضو ممكن نستخدمه التريجر، ممكن نخليه يران سكادجول تاسكس، يعني يشتغل على تاسكس ليها مواعيد ومرتبه وكلام زي كده. برضو ممكن يكون من الحاجات اللي هي مهمه جدا. عمليات الاوديتنج، حد يعرف الاوديتنج يعني معناها مراجعة يا دكتور؟ تمام، خاصة بالحسابات تقريبا يعني. ماشي، تمام، ممكن تكون خاصة بالحسابات، ممكن تكون مراجعة عامة، والاثنين بالنسبة لنا التريجر نقدر نعملهم يعني. ممكن نقدر نراجع مثلا حد بيسحب مثلا البيانات، بيسحب فلوس مثلا، فأنا عايز يعني أشيك على حاجات كتير، مش بس مجرد أن أنا أشيك على حسابه هو. ممكن اكون بشيك على حسابه وعلى حساب وعلى الفلوس الموجوده في الفرع وعلى مش عارف ايه، ممكن اكون بعمل كذا عمليه بالدم عشان مثلا اقدر اضيف بيانات. مثلا واحد بيعدل برايس، بيعدل سعر، فانا عايز اراجع هل السعر دوت مثلا في المعقول، هل السعر دوت في المعقول يعني مثلا بالنسبه للتيبل تاني او تسعيرات تانية، هل الكميه هتوفي، هل ممكن اعمل اي عمليات من دي؟ انا ممكن كل الكلام ده اقدر اعمله بس بعباره عن برنامج بيفاير مع امر معين او مع عمليه معينه او مع ترانزاكشن معينه هتحصل. اول ما الترانزاكشن دي بتتم على السيستم، هو بيبدا يفاير وبيشتغل وبيشوف البيانات بتاعتك مظبوطه ولا مش مظبوطه، ويشيك البيانات هنا. طيب انت بتسحب فلوس، هل الفلوس دي مسموح لنا تقدر تاخد الكميه دي او لا، او فاهمني؟ فممكن يكون دي برضو انا اعملها بريليشن صعب ان انا اقدر اقول مثلا الكميه المفروض يسحبها تكون كميه قد ايه من الفلوس، او لو انا مثلا بعمل بنك وهجيب يسحب فلوس مثلا من اي تي ام مثلا، فانا عايز اعرف هل البنك فيه الرصيد اللي انت بتسحبه ده كله؟ هل مسموح لك تسحب الكميه دي؟ هل كل الحاجات ديت بتتم في التريجر؟ طبعا احنا ممكن نعمل ده في الابلكيشن. تمام، الابلكيشن هو اللي يتحقق من كل الكلام اللي انا بقول ده. لكن هنا اهو احنا التريجر بالنسبه لنا حاجه تعتبر بيلت ان الداتابيز او اسوشيتد مع الداتابيز، حاجه من ضمن الداتابيز ككومبوننت، بتقدر تعمل لي ده. لو اتعملت في الداتابيز في ميزه بتبقى موجوده مش موجوده في الابلكيشن. الابلكيشن لو تم اختراقه باي شكل من الاشكال او تم الوصول للداتابيز باي شكل من الاشكال، برضه التريجر بيشتغل. تمام، برضه التريجر بايه بيشتغل لو دخل وصل خدنا الداتابيز باي شكل من الاشكال. مثلا اي حد حاول يوصل بشكل ما الى الداتابيز باوامر ما او يعني انجكشن معينه او حاجه، التريجر برضه بيفاير وبيتاكد من البيانات ومن الحاجات دي كلها. تمام، التريجر تقريبا يا دكتور هو سكيور عن الاستورج بروسيجر، ملوش دعوه بالستورج بروسيجر. هو ممكن يكون سكيور يا دكتور. هو يا دكتور الفرق ما بين الاثنين اللي انا اعرفه ان ده بينفذ نفس الداتا وده بينفذ نفس الداتا، بس دوت من طريق الابلكيشن وده عن طريق الداتابيز على طول.
لا بص 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 هو هما الاثنين في الداتابيز تمام. هما الاثنين في الداتابيز ما هوش عامل ابلكيشن خاص. انت تقدر تعمل كول مباشر للبروسيجر او للفانكشن تمام في اي وقت مفيش مشكله بالطرق بتاعتهم. التريجر بيفاير طبقا ل اوقات محدده احنا اللي بنحددها له تمام. يعني ممكن نحدده مثلا بفور انسيرت افتر انسيرت بتاع، فهو بيقوم بشكل تلقائي وقت ما احنا في الوقت اللي احنا محددينه. طب ايه الاوامر اللي جواه؟ بروجرام زي اي بروجرام، زي الستروك بروسيجر، زي الفانكشن، اعمل انت عايز تعمله. الفرق ايه اللي جاب ده؟ ما انا بقول اهو، ما انا بقول لحضرتك ايه الفرق، انا عايز افهم ايه الفرق مش عارف. طيب هو اللي انا بقوله ده ايه؟ انا بقول الفروق الواضحه اهي تمام. انا عندي الستور بروسيجر انا بعمل له كول تمام. الفانكشن انا اللي بعمل لها كول وقت ما بحتاجها تمام. التريجر لا، التريجر مش بتعمل له كول وقت ما تحتاجه لا. تمام التريجر نعم، يعني بكتب نفس الكود اللي موجود في الستورج بروسيدر بكتبه في التريجر. اقدر اكتبه طبعا، يعني جمل الاف واللوب الانسيرت الابديت السلكت كل الكود هو ما عنديش مشكله اقدر اكتبه تمام. بس دوت على الداتابيز وده من الابلكيشن. الاثنين من الداتابيز، انا ما كنتش على الابلكيشن خالص تمام. الاثنين جوه الداتابيز، الستور بروسيدر جوه الداتابيز، الفانكشن جوه الداتابيز، التريجر جوه الداتابيز، كلهم جوه الداتابيز، احنا ما طلعناش بره الداتابيز تمام. لكن الابلكيشن بتاعك بيقدر يعمل كول زي ما بيقدر يكتب جمله سيلكت ويبعتها للداتابيز، زي ما بيعمل جمله انسيرت ويبعتها للداتابيز، زي ما بيعمل ابديت ويبعتها للداتابيز. نفس الكلام ده يقدر يعمله مين؟ التريجر تمام. اسف التريجر يقدر يعمل كول للبروسيجر، يقدر يعمل كول للفانكشن، وهكذا. هو بينادي على الاوامر اللي هو محتاجها صح؟ تمام حلو. التريجر هنا مش كده، التريجر هنا هو بيفاير في الاوقات اللي احنا محددينها له على طول مباشره. عشان كده بقول لحضرتك ده سكيور، لان انا لو بعت النهارده من الاستورج بروسيدر وعملت لها كول من اي ابلكيشن، ممكن في اي وقت زي ما حضرتك بتقول اللي هو ممكن اي حاجه تحصل عن طريق اللينك اللي مبعوت. اما التريجر هو مش محتاج ان انا اكله من اي ابلكيشن، فبالتالي لما بنيجي احنا شغالين كده في شغلنا، يعني انا بتكلم عن منطلق الشغل والواقع. فبالتالي لما اجي عشان خاطر انا ابقى سكيور اكتر، مش عايز الابلكيشن يتعامل مع الداتابيز، فبستخدم التريجرز في بعض الاوقات. ده اللي انا اقصده يعني مش اكتر، لان انا التريجر بيشتغل على طول على الداتابيز عن طريق السكادول اللي انا مديها له. اما الاستورج بروسيدر انا لازم اللي انا اقوله من ابلكيشن عشان خاطر هيتنفذ على الداتابيز برضه، احنا ما قلناش لا، بس على الاقل خالص عشان 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 موضوع السكيور بتاعي، فاحنا بنفضل ان احنا التريجرز على طول تبقى على الداتابيز بنفس الحاجه اللي انا هعملها على الاستورج بروسيدر. ده كلام صح ولا ده كلام فيه تعديل او فيه فكره ثانيه؟ انا باخد راي حضرتك، يعني انا باخد راي حضرتك. هو يعني كلامك يعني نقدر نقول صحيح، بس هو مش مرتب شويه، هو بيعمل يعني بس اللي هو يعني في المجمل انا فاهم انت تقصد ايه، لكن هو مش كده بالظبط. هو في الاول وفي الاخر كل واحد دي وظيفته، مش انت كنت بتسال تقول ايه الفروق تمام. تمام، دي وظيفه بيقوم بيها وده دي وظيفه ثانيه بيقوم بيها تمام. الوظيفه اللي بيقوم بيها التريجر بطبيعه حاله هو بيقوم بشكل اوتوماتيك تمام. يعني لما اجي اعمل مثلا اوديتنج، مثلا انا بعمل عمليه مراجعه خلاص، لو انا في الستور بروسيجر مثلا هو لازم يعمل كول عشان يقدر يعمل اوديتنج. يعني انا وقت ما بحتاج البروسيجر انا اللي بنادي تمام. اما هنا التريجر لا، هو في الاوقات اللي انا محددها له في الترانزاكشنز اللي انا محددها له هو بيقوم تمام. فهنا بيقوم بشكل تلقائي، هنا بيقوم بشكل تلقائي طبقا للمواعيد والاوقات اللي انا محددها تمام كده. تمام فالتريجر هنا بيقوم بقى اي عمليه، اي اللوجيك اللي موجود جوه ده بتاعك انت، انا ما بكلمش على اللوجيك تمام. تمام اللوجيك بتاعك زي ما انت عايز. فانت ممكن تقدر تعمل منه انك والله بتشيك على بعض الحاجات زي ما اتفقنا اللي احنا قلناها، مثلا ان انا والله اتحقق مثلا دي مواعيد عمل ولا مش مواعيد عمل. انت ممكن تقول دي بالنسبه لك مثلا سكيورتي ماشي اوكي. طب انا ممكن كنت اكتب نفس الكود دوت في الستور بروسيجر، مش مشكله، بس الستور بروسيجر مش هيقوم اوتوماتيك، التريجر هو اللي بيقوم اوتوماتيك تمام. انت بتستغل فكره ان التريجر هو اللي بيقوم ايه، هو اللي بيقوم اوتوماتيك يعني. انت مثلا لكن ممكن نفس الوظيفه دي نكتبها في الستور بروسيجر ماشي. طب الستور بروسيجر ما عملناهوش كول، مش هيستخدم تمام، مش هيشتغل. لكن لو التريجر
احنا التريجر هيقوم على طول اوتوماتيك لو انت بتعمل العمليه زي ما انت عايز. محمد رشاد عايز يسال حاجه، عمال يرفع ايديه، قول اتفضل. هو دكتور التريجر دوت هو بي بي بيقوم بناء على شرط، اول ما بيتحقق هو بينفذ. ده اللي انا اعرفه، ما اعرفش هل هو ده كده. هو يعني مثلا احنا عندنا في الشغل لما حد غيابه في الداتابيز، يعني غيابه بيزيد عن يوم معين، التريجر ده بيبعت ميل اوتوماتيك، فهو في محطوط شرط على التيبل بتاع الغياب ان اول ما يوصل لحد معين بيبقى بينفذ امر. هل ده لا في شرط؟ بص يا شباب انتوا عندكم معلومات ملخبطه شويه، فخلينا بس يعني انا اسف ان انا بتكلم على التريجر، احنا نشتغل على طول، انا نشتغل على طول، لان ايه ممكن يكون الافكار عندكم شويه. هو انتوا مشكلتكم ان انتوا عايزين تربطوها بفكره بتعدي عندكم، انا مش عايز اربطها بفكره. هو التريجر بيعمل ايه؟ عشان انا حر واقدر استخدمه في اوسع من الافكار او اوسع من الامثله، انت تبقى عارف هو بيستخدم في ايه، تمام، وبيشتغل ازاي، وممكن يساعدني في ايه، وانا بعد كده استخدمه بقى بالافكار انا عايزها. هو اللي بيحصل عندك انت مش كده، اللي بيحصل عندك ان هو بيفاير مع عمليه انسيرت او مع عمليه معينه او مع عمليه ابديت او مع عمليه ديليت. هو لما يجي يحصل عمليه الغياب او عمليه الحضور او كلام من ده، هو بيبدا يرن. يعني هي في الاصل ما بيشتغلش زي ما انت متخيل، هو بيشتغل في الاخر على عمليات محدده في مواعيد محدده، بعد كده يبدا يعمل بقى اللي هو عايزه، تمام، اللوجيك اللي انت عايزه حطه بقى. فاحنا عايزين نفهم الفكره عشان نقدر ممكن نستغلها في اوسع من كده، تمام، نقدر نستغلها في اوسع من ان احنا بس مجرد ان احنا نستغلها او نفكر فيها بشكل مثال معين او فكره محدده مرت علينا، تمام. هو ممكن يستخدم في اكتر من كده، ممكن يستخدم في اكتر من كده. خلاص خلينا نخش كده على اكزامبل على طول مباشر. معلش يا دكتور، يعني لو انا عايز دلوقتي اعمل اوتو اخد نسخه مثلا من الداتا بيس بتاعتي باك اب، يبقى في الحاله دي ممكن استخدم التريجر ان مثلا في التايم اللي انا عايزه يبدا يعمل هو باك اب للداتا بيز اوتوماتيك. ممكن في حالات معينه، تمام ممكن مع اي عمليات معينه اقدر اخد باك اب للداتا بيز وكلام زي كده، ممكن مفيش اي مشكله، تمام. فخلونا نشوف التريجر بايه الاوامر بتاعته بيشتغل ازاي، تمام.